ردت رئيسة الوزراء البريطانية في أول اجتماع لحكومتها الجديدة بصرامة على الدعوات التي طالبتها بالتخلي عن قيادة الحكومة بعد خسارة حزب المحافظين للأغلبية المطلقة، كما أكدت أنها قادرة على الخروج من الأزمة. هذا فيما تواصل المفاوضات وتتواصل مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية للحصول على دعمه لحكومة الأقلية في مجلس العموم. قتل الفضول القطة، هكذا يقال في المثل، لكن هذه المرة فضول هذه القطة جعلها تحتل جزءا من عدسات المصورين أمام مبنى مقر الحكومة البريطانية الشهير بداوينغ ستريت، وكأنها أرادت أن تكون أول الحاضرين في اجتماع الحكومة البريطانية الأول بتشكيله الجديد التي اعتذرت فيه رئيسة الوزراء تريزا ماي مرارا عن عدم تحقيقها أغلبية واضحة في الانتخابات التشريعية. ورغم الابتسامات التي وزعتها ماي خلال الاجتماع، فإنها ردت بصرامة على الدعوات التي طالبتها بالتنحي عن قيادة الحكومة، قائلة إن الشخص الذي أدخلكم في هذه الفوضى هو أنا، وأنا من سيخرجكم منها. ماي ترأست الاجتماع الأول لحكومتها الجديدة، فيما لا تزال عملية التفاوض مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية جارية للحصول على دعمه لحكومة الأقلية بعد فقدان المحافظين الأغلبية في مجلس العموم، الأمر الذي أثار أطرافا أخرى. أعتقد أن هناك تساؤلين هامين. الأول هو عما إذا كان بإمكان رئيسة الوزراء تشكيل حكومة فعالة، فكما تعلمون هناك العديد من المخاوف بشأن احتمال وجود حكومة المحافظين المدعومة من الحزب الديمقراطي الأيرلندي الشمالي. ثانياً، بل والأهم من ذلك كله، النهج الذي تنتهجه الحكومة في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي أعتقد أنه زاد الطين بله. كانت ماي كشفت الأحد الماضي عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة، حيث أبقت على وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والبريكزيت في مناصبهم. ويبقى التحدي الأبرز الذي يواجه تلك الحكومة ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي ودعوات اسكتلندا للانفصال عن المملكة المتحدة.